أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بالنتائج المتميزة التي حققتها رياضة الهجن البحرينية في المملكة العربية السعودية الشقيقة على كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2022، وجاء في مقدمتها حصول لهوم على المركز الأول وأسرع توقيت في فئة لقايا مفتوح. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الانتصارات الثلاثة الجديدة للهجن البحرينية في البطولة تؤكد ما وصلت إليه رياضة الهجن البحرينية من مستويات عالية جعلتها تعتلي منصات التتويج في البطولة، مبينا سموه إلى أن هذه الانتصارات دافع للمزيد من النتائج الإيجابية في الفترة القادمة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن سباقات الهجن في المملكة العربية السعودية تحظى بحضور وقوة في ظل الإقبال الكبير على المشاركة والحرص على المنافسة القوية لتحقيق النتائج الإيجابية، مشيدا سموه إلى أن فوز لهم بالمركز الأول وأسرع توقيت مصدر سعادة ودافع للتألق المستمر في هذه الرياضة العريقة. وجاء فوز لهم بالمركز الأول وأسرع توقيت في الشوط الثاني المسائي لفئة لقايا قعدان مفتوح بزمن وقدره 6 دقائق، كما توج لاضي بالمركز الأول في الشوط السادس المسائي في فئة لقايا قعدان مفتوح بزمن وقدره 6 دقائق و7 ثوان، إضافة إلى فوز الرهاوي بالمركز الأول في نفس الفئة ضمن الشوط العاشر بزمن وقدره 6 دقائق و13 ثانية. لهم يذهبوا بالانتصار والسلام يغادر.